السلام عليكم، تابع قناة ايزي ايرنا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة استراتيجية تربح بيها $5 يوميا من غير ما تعمل اي حاجة، من غير اي مجهود هتعمله، ولا هتشوف فيديوهات ولا هتعمل اي حاجة. معانا الموقع دون اسمه لايتكوين ماينر. دون هيعمل ايه؟ نظام تعدين، انت بتخش بالمحفظة بتاعتك وبيديك اللي هي الخطة الفري دي، الخطة بتاعته الفري، هتديك المبلغ دون من اللايت كوين يوميا. طبعا المبلغ ده مش كبير، مش بيساوي $5، بس احنا لسه ما دخلناش على الاستراتيجية. ازاي نسجل في الموقع ده؟ بتروح تجيب المحفظة بتاعتك بتاعت اللايت كوين، تكتبها هنا، طبعا انا جايبها، وبتدوس على ستارت مينينج. بتحقق انت ربوت ولا لا، بعد كده بتكتب الايميل بتاعك. هو كل مرة بيطلب كده، انا اصلا مسجل. وهيحولك دلوقتي للداشبورد بتاعتك. ده التسجيل فيه لو انت اول مرة تسجل. معانا هنا ده البالانس اللي بيجي بتاعنا من اللي هو الخطة اليومية. الخطة اليومية بتقدر تسحب من امتى؟ من لما يكون الرصيد اللي معاك 0.005. لو دوست على ويزدرو اهو قدامك. طبعا احنا لسه ما وصلناش المبلغ ده، بس انا شفت اثباتات سحب كتير على الخطة المجانية. عشان نشوف اثباتات سحب هندوس على باي اوت، هنلاقي ان كل دول هم ساحبين بالخطط الفري. هنلاقي ان هو هنا هم ان هم معملوش ابجريد يعني لل مكنة التعدين بتاعتهم، فكده هم شغالين على الخطة الفري. كل دي سحوبات والموقع صادق جدا. ازاي بقى نقدر نحقق $5 من الموقع ده؟ دلوقتي احنا الاكونت بتاعنا معانا، وهناخد في اليوم 0.001 من عملة اللايت كوين. هنروح لمنصة زي اليوبيت مثلا، احنا حاطين العنوان بتاعنا اللي عليها عشان نسحب عليها أرباحنا. هيعدي نص يوم اللي هو 12 ساعة، تسحب أول مبلغ اللي هو 0.0005 من عملة اللايت كوين، تسحبه مع المنصة بتاعتك. تشوف برضو منصة باينانس نفس الفكرة، أو معظم المنصات بتبقى نفس الفكرة. هتعمل ايه؟ هتروح على الوالت، هتيجي كده هنا على المنصة بتاعتك، وعند عملة اللايت كوين تاخد العنوان ده اللي وانا احنا مسجلين بيه اوريدي. دلوقتي هنستنى 12 ساعة ونسحب عليه. بعد ما نسحب يبقى عندك العنوان ده كده اتسحب عليه مرة. هتدوس على اوبشن ان يو ادرس، فدون ايه هيعمل لك عنوان تاني جديد، تاخده وتروح على الموقع تسجل، تطلع من الحساب بتاعك وتسجل تاني. والعنوان القديم برضو ما تيجي تسحب من عليه يسحب لك على العنوان بتاعك على منصة اليوبت. كده يعتبر انت ايه بتسحب الضعف. هتكرر نفس العملية تاني، كل ما تسحب مرة تخش تغير العنوان وتروح للموقع، تعمل لك 20-30 حساب في الرينج ده. اما تيجي تسحب يوميا هتلاقي ان الارباح بتاعتك بقت في حدود $5 على حسب انت ومجهودك. كل ما تعمل اكونتات اكتر تقدر تسحب اكتر من الفري. وزي ما انتم شايفين في ناس كتير بتسحب دلوقتي من الموقع وهو فري، وريت تستغلوه ومحدش يستثمر في الموقع دي عشان اغلبها بتبقى سكام. وبكده نخلص شرح الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.